تقول احسب الفواتير يا اخي يا رب العالمين. لا لا خلاص انت لو بتعرف مبلغ معين مليون مثلا مبلغ المالي كذا اذا خلاص مبلغ المالي حسب حسب الثمن بالمئة. الثانيه التي هي ايش؟ بدي تكلفه ونسبه الربح. والذي قلنا عنه انه هي ايش؟ بنسبه مئويه. يعني انا بقوم بعمل ربح زياده بنسبه مئويه. يعني لو جيت اتفق معه على اساس انا بقوم بالعمل على مبلغ المالي كذا التكلفه كذا مع اي 5% و10% وقد يكون نسبة التكلفة نفسها زائد نسبة التكلفة زائد نسبة 15% كم وقد تكون بايش؟ بالمتر سعر وحدة قياسية بالمتر المربع أو بالمتر المكعب. إذا كل هذه تحديد المدى إذا محدد المدى بثلاث أنواع إما بالتكلفة الإجمالية أو التكلفة زائد نسبة أو بالمتر سعر وحدة قياسية وهذه موجودة عندنا بشكل غير موجود وهذه دائما هي موجودة عندنا التزامات كل من رب العمل هو الحاجة إنجاز العمل المطلوب من حسب إيه؟ بحسب الشروط خلاص إلا إذا في شروط في مواصفات إذا على المطلوب هنا أن يكون بالالتزام بنفس الشروط هي سهلة سهلة بنفس الشروط بس يكون حدا بس في حالة كذا يعني حصل هنا عيب هنا قد تحصل عيب طيب المسؤولية المدنية ما أسمع المسؤولية المدنية للأضرار ناتجة عن عقد المقاولة تمام ناتجة عن عقد المقاولة من الباطل إذا كان مضمون عقد المقاولة الأصلي يكون المقاول المقاولة من الباطل نعم إحنا قلنا بيكون العلاقة هنا بين الأصلي والمقاول من الباطل وأي أضرار تصير المقاول رب العمل ولا تضرر هو يستعمل جاهل عمل جاهل وهذا هنا بإنجاز العمل هنا لابد يسلم العمل بحسب المواصفات والشروط وهنا طالما التزامه انجاز العمل مطلوب حسب الشروط في معه شروط في مواصفات طيب قد يقول يسلم وفي عيب في هذه الحاله شوف هنا القانون قال انه ما يدوش بس وانما يعطى من اذا كان بالامكان اصلاح العيب اذا كان بالامكان اصلاح العيب في هذه الحاله يمنح المقاول هذا في فتره لاصلاح العيب فإذا انتهت الفترة ما قمت ففي هذه الحالة لا بس يطلب أن صاحبنا المقاول أو رب العمل يطلب من القاضي فصل شوف القاضي فصل الفصل هذا يجب أن تروح طريقة عن طريقة أخرى أيوة قلنا بأنه لازم يكون مكتوب لأنه كيف يتزل بالبنود العبد إذا ما مكتوب هو شوف القاول ما اعتبرش ما اعتبرش هو قال إنه ليثبت ولهذا بس لما لو رجعنا لبعض العقود لما يقول لك انه في عقد الوكالة مش قلنا بعض الاعمال تحتاج الى كتابة وهذا يحتاج الى كتابة زي وهذا يحتاج الى كتابة لانه على اساس عشان يثبت كيف تثبت انت انه من حقك لانه من حق العامل من حق المقاول هنا من حق العمل ان يثبت بكافة طرق الاثبات اللي احنا عارفين الشهادة والكتابة وهو المفتوح حمشة كذا لكن لو كان من ملزم يكون مكتوب هو خطب الموضوع على الوقوف دائما هي دائما نعتبر انه العرف والعرف اعتبروا انه مكتوب لكن هنا ما اعتبرش القانون انه شاء اسمه انه من الشروط او من العقود الشكلية يعني لو كان اشترط في الكتابة ما تكون عقد شكلي ولهذا اعتبره مش عقد شكلي وانما حتى الكتابة لما تكون بس فقط للإثبات ويستحسن أن يكون مكتوب كتابيا اسمع خلاص اسمع الدكتور المريض في حالة عقد الوكالة أو القضاء يترتب على الوصف العمل او نقص العمل او كل العمل ليش قلنا ايش قلنا من خصائص عقد العمل انه زمني من خصائص عقد المقاولة انه زمني ولهذا لا يستع على ايش على ما قدمت لا اي حاجه قدمت هي خلاص انتهى احنا بنجي على ايش على المستقبل لكن الاشياء اللي قدمتها تملاك لانه
يجوا هذا انه ايه يدخل فيكم نظريه الظروف الطارئه. نظريه الظروف الطارئه ايش اللي نقصد فيه؟ انه ما قدمت خلاص، ما قدمت احنا من اللي ايش هذا ما قدمت اي حاجه قدمت قدمت خلاص. ولهذا احنا قلنا انه اذا حصل خلل واستطاع صاحبنا هذا المقاول ان يصلح اي بلده في خلال مده يحدد من يحدد الذي رب العمل كان فيها ما قدرش في هذه الحاله يتم الفصل ما لم يطلب من القضاء على اساس يجيب مقاول اخر يقوم بالعمل، يعني انه سواء كان يكسح العقد او يطلب شخص هذا يجي الثاني تسليم العمل بعد انجازه. ولهذا شفنا احنا عارفين في عقد في عقد البيع في عقد البيع صباح في عقد البيع احنا كنا صباح لان هي درست معي عقد البيع. فاحنا قلنا بانه قرات شاطره في عقد البيع. فقلنا بانه ايه؟ انه في عقد البيع كذا في التسليم، وكنا نقول بانه في ما بين تسليم ايش؟ العباد وتسليم المنقول. ولهذا هنا قد يكون نفس الشيء في التسليم هنا، قد يكون تسليم عقار، قد يكون مثلا سدود، قد تكون منازل، وقد تكون اشياء في بيت في اصلاح ونقله من مكان لمكان. ولهذا هنا التسليم لابد بعد الانجاز سلم، وسواء كان تسليم فعلي يعني انه ايش؟ قد يكون في سدود عمره اشياء عقاريه، ولهذا هنا لابد من يخليها بالتخليه، احنا دائما نقول ايه؟ بالتخليه، ولهذا لابد هنا من يحصل تخليه ما بين العمل وما بين الشيء الذي بيسلمه. اما اذا كان منقول ففي هذه الحاله يظل ملتزم فيه الى ان يسلمه لمن؟ لرب العمل. فاذا هلك احنا بيدخل عندنا الهلاك هنا قبل التسليم على من يقع الهلاك. على صاحب لا تبدي ظروف الطارئة يعني تبدي خالي الغير. طيب انا قلت لك يا قائد قلت لك تعال استلم العمل هذا خلاص انا كملت العمل تعال استلم وانت ما استلمتوش وقعت مثل ما قلت تبدي الظروف تسليمه في الميعاد المحدد ولا في هذه الحاله يتحمل من المقاول. اما اذا كمل رب العمل المقاول وانذر المقاول رب العمل ورفض رب العمل والتقاء عصر ففي هذه الحاله يتحمل تبعيه الهلاك وليس العيوب. ولهذا حتى في العيوب القانون اليمني اعتبر بانه تضامن ما بين رب ما بين المقاول ما بين المهندس اذا كان تحتاج الى هندسه واعتبر بانه 10 سنوات قد يظل مسؤولين عن الضمان عنده 10 سنوات. بينما شوف العيوب الخفيه كنا نقول كم سنه من يوم التسليم الفعلي سنه بس. العيوب الخفيه اذا في عيوب خفيه في المواد لانه حتى قد يقوم ربنا المقاول باحضار المواد من عنده وفي هذه الحاله لابد تكون جوده ما يكونش في بيعين. فاذا كان في بيعين ففي هذه الحاله يعتبر هذا مسؤول عن المقاول. ما لم يكن اذا قام رب العمل خلاص مسؤول عن حقه. اما اذا التزم رب المواد باحضار المواد بالاضافه الى العمل فيكون مسؤول عن اي عيوب عن جوده الماده وعن عيوب الخفيه اللي موجوده في بين في الماده. ضمان العمل بعد التسليم احنا مثل حكم الان اننا لابد من تعويض. شوف ما يكون في ضمان يعني اننا ضمان العمل اللي ايش قمت فيه ولهذا احسن هنا ايش؟ تعويض. وكيف يقدر التعويض؟ المقاول مش عقد مفتوح. لا احنا قلنا انه كيف يعوضوه مش عقد مفتوح؟ مش عقد المقاول. انا على حسب
من العقود الشكلية يعني بس الصعب يعني استلم انا ما بيش مع انا اسياق المشروع ومن العقود المسمى يعني وخلاص وفي في شهود بده شهود خلاص ممكن اجيب شهود خلاص انتهى لانه خلينا ندرو على اثبات انا حاجه انه اثبت لها لكن اذا كان رب العمل الدرجة هذه انه غبي اذا بيتحمل مسؤولية نفسه ولا هو شرط كتابه هي اللي هي مكتوب مكتوب لكن اعتبرت القانون انه من انه يشترط في كل كتابة إذا ما عملوش مكتوب إذا يعتبر العقد باطل ولهذا هو عشان ما يبطلش العقد وعشان يسحل للناس عندنا قمنا المقاولة لتسهيل للناس مصلحة الناس تسهيل لهم أنا المسح لهم بدل ما اشترط عمل الكتابة واشترط إنه ما مش معاه الساعات والكتابة إحنا حاجة الكتابة لابد ما تكون أيضا رسمية مش أي كتابة والكتابة الرسمية هي أمام مين؟ أمام موظف رسمي والموظف الرسمي لا يحتاج إلى بصمات رب العمل واضح حسابه انه اذا حصل تهدم
وجي وكل اللي يصير ما بيكل يصير المقاول بيع ما بيعمل حلال. يكون الاتفاق على المداخلة. هذا ما لم يكون على المداخلة بس على عدم الاتفاق. في حالة عدم الاتفاق ممكن يكون أقل. لأنه سفياني كتير من العقود المكملة. هذه من القواعد المكملة لإدارة الأطراف. ماش قواعد عامة. ولهذا طلب هذا الأمر قواعد مكملة. إذا يجوز للأطراف هنا الاتفاق على ما يفعل. القانون قال 10 سنوات ممكن يتفقوا على سنتين على ثلاث. إذا ما اتفقوش يعتبر للمساكن عشر سنوات للبقالات الأشياء هذه وللمشاريع الكبيرة 10 سنوات. التزام صاحب العمل هذا حق العمل دائما حق العمل هذا مع التزامته سواء بالمقاول أو بالوكالة إنه يدفع المقاول بعده وكيف يدفع؟ يدفع التزام قلنا إنه قد يكون بالاتفاق إذا كان في اتفاق خلاص ما في اتفاق وصاحبنا على قرار العمل كمل ما كانش في اتفاق تم تفعله اياه كان يدفع له مبلغ لان شفته وقلت البيت احنا نماشي له بما ايش؟ بالعمل نفسه بالعمل اللي يقوم في فوق حكم الاضافه هذا السؤال مهم. يعني كنا على 10 سنوات القمح على 10 سنوات وهذا يعني الأقصى أوله وسطه نهايته وإذا ما اتفقوش في الأخير خلاص يدفعوا له قلب المثل في النهاية إذا قلت المثل حكم الإضافة هذا مهم حكم الإضافة والتعديدة يعني كيف هذه يعني إنه قد يكون في إضافات إضافات خان في بيع بتاعه يعني المقاول نفسه إذا كان البدل هذا بسعر الوحدة نحن عارفين سعر الوحدة إيش معنى سعر الوحدة بالمثل إذا كان بسعر المثل خلاص هنا وحصل إنه صاحب المقاول هذا زاد وراح كلم من رب العمل هذا وافق أو سكت إذا في حالة الموافقة أو سكت الثانية في حالة إذا كان بسعر الجملة وسعر الجملة إحنا قلنا خلاص طالما هو بسعر الجملة إذا حلو يلتزم بسعر الجملة يعني إنه إيه طالما بسعر ما لم يكن موصوفا القانون قال لك ما لم يكن التعديل هذا حصل من رب العمل يعني هو بسعر الجملة ومع ذلك خلاص المقاول ملتزم انه يكمل العمل بسعر الجملة يعني بالمبلغ المتفق عليه بس رب العمل هنا وجد انه يشتري يعمل اضافات او كذا او يعدل في التصميم يعني قد يكون هنا قال لك انه اما بسبب من اما بسبب رب العمل أو بسبب المقاول. أو بسبب ما بسبب بسبب. رب العمل. رب العمل. قد يكون رب العمل مثلاً هذا قبل صاحبنا هذا بيانات أو تأخر بالتنفيذ أو ما كان رخصة بسرعة يعني إنه كان بسبب رب العمل ففي هذه الحالة هي تعديلات أو إضافات يتحملها من. أو تعامل. إذا كان مرور العمل. إذا كان مرور العمل. إذا رفض استلام العمل. إذا رفض استلام العمل وقال في هذه الحالة إيش رفض؟ إذا رفض لا في هذه الحالة مش عارف يسلموا لي منه تقدير مهندس يسلموا لي المحكمة يعني إذا العذر الشرعي لا العذر الشرعي ما بيسمى له إنه العذر الشرعي إنه يعني قد يجي وشاف إنه مش بحسب المواصفات الشروط أما إذا كان بحسب المواصفات الشروط ورفض تم على صاحبنا المقاول هذا إلا أن يسلموه إيش؟ للمحكمة بعدها إعدام من بعدها إعدام العمل بالاستلام يعطيله تعالى السلام ما استلمش زي ما مثل الأجرة الأجرة ما يروح يستلم يا رب العالمين اسمه المستأجر ما يرضي يستلم منه رب العالمين المؤجر حتى هذه الحالة يعطيله ما عدلوش يعطيه حزينة المحكمة يا دكتور بس الآن في تضارب إذا كان بسعر الوحدة حمله رب العالمين